السلام عليكم. اليوم نشهد الكيلومتر الأخير، يعني الأمطار الأخيرة نتاع وضع السكك الحديدية للخط اللي يربط ما بين ولاية أم بواقي وولاية خنشلة على امتداد حوالي 850 كيلومتر. إذا هنا في الصورة هذه نلاحظ الخطوات الأخيرة لوضع السكك الحديدية في هذا الخط الاستراتيجي الهام جدا الذي يقع في وسط البلاد، وكذلك الاشغال نتاع المحطه نتاع بلديه خنشله، محطه السكك الحديديه الجديده اللي راهي تقرب النهايه نتاعها. اذا ان شاء الله الخط هذا سوف يمتد يعني نحو الشمال، وكذلك يساعد في تطوير الشبكه نتاع السكك الحديديه عبر كل التراب الوطني. نترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم. Thank you.